القضايا، يعني ما يمكنش يكثر اللغط حول شخص واحد لانه هو رجل مزيان ولكن كاع الناس ما باغيينوش وكيلفقوا ليه التهم. اذا المسؤوليه هنا لمن غادي توجهوا؟ اذا كانوا هاد الناس والجلالات ما عليكم كيسمعوا ليش؟ تفضل سي متزكي. انا غير باش ندير واحد تدخل بسيط على هاد يعني انت تفاجئتي. كتعرف اخ عبد الرحمن منذ سنين واجه مافيا العقار. نعم. مافيا العقار كل شيء كيدوي وكيطعن في القضاء. القضاء هو الحلقة الضعيفة، يعني المرحلة الأخيرة. نعم. شكون هو، أين هو مصدر مافيا العقار؟ هي وزارة الفلاحة، المحافظات العقارية تحت من شكون تعطيو شهادات الملكية بهذيك السهولة بوثائق مزورة بدون فحص وهذا وكي والناس تمشي للقضاء وكتلقى راسها مشرده. يعني المحادثه انا تعلمت انا يلا لاول مره غنسمع هذه المعلومه السي متزكي. المحافظه ملي كيقولوا لينا راه الا غبرتي 4 سنين ما جيتيش قلبتي على الارض ديالك راه ودالك شي واحد راك ما تسال والو، تابعه لوزاره الفلاحه. تابعه لوزاره الفلاحه طبعا. اخنوش يعني ديك المرة اللي قلت بأن فين ما كان الفساد، يعني تبع خيط ديال الفساد غتوصل عند أخنوش. آه. راه كنقول بأنه استبداد حقيقي. أنا ملي كنت درت واحد الوقفة هذه 4 سنين في الرباط وجاو بالكيران الناس من الجنوب. راه كاين أشخاص تيشتغلوا وبشهود ديال الزور كيحفظوا 9 الكيلومتر على 7 فوق عباد الله. 9 على 7 الكيلومترات مدن. وكتعطاهم شهاده الملكيه. اعطينا السي متزكي العلاقه ما بين هاد الناس. غادي نعطيو الكلمه للسيده ليلى ومن بعد شنو العلاقه ما بين عائله بيشا وما بين الناس اللي سطاو على المشروع ديال. تفضلي السيده ليلى. بغيت غير نزيد واحد النقطه. خايا دليل على الاستيلاء على العقار حتى في الحكم ديال الوالده ديالي وديال نوطي تم اتلاف 42 عقد على اساس دوك العقود لفقهم لينا ديالنا، وما دوك العقود اغلبيتهم ماشي ديالنا باسماء ديال الناس وحدين اخرين اللي ما تنعرفوهمش ولا علاقتنا بها. غادي نجيو لها غادي نجيو لها. نعم. اذا غادي نرجعوا للارقام مع السي العلوي بعدا. غادي نرجعوا لهاد قضيه العقود ونشوفوا واحد المهزله اخرى. تفضل. نعم. على أي منذ سنين وحنا كنتحاربوا ضد القانون المادة جوج قانون الحق العينية 3908 اللي هو كي